السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع سمشي. موقع دوت متخصص في تحويل تكست ل 3D، يعني تكتب له أي حاجة بدل ما يعملها لك 2D يعمل لك 3D، أو عندك صورة يبدأ إن هو يعملها لك 3D أو يعمل لك سكتشر للموديل بتاعك. ده الموقع، دي نماذج للحاجات اللي هو عاملها. الموقع ده دخلت عليه من فترة، ما كانش شكله او النتائج بتاعته ما كانتش بالكفاءه دي، لا حصل في تطور الفتره اللي فاتت. تمام، دلوقتي بقى يدعم لغات ممكن تكتب له بالعربي كمان. طيب خلينا نقول له ستارت فور فري، فبيوريني نماذج للحاجات اللي هم عاملينها. ممكن تقول له جيت كريدت، انت مديك 200 نقطه، فلو انت عايز تزود بفلوس. طيب ممكن نقول له احنا عايزين تكست 3D او امج 3D او AI تكتشر، تقدر تجرب الحاجات دي كلها. تمام، بيقولك اكتب كذا. طيب هو ده مثال اللي احنا ممكن نكتب له. اقول له beautiful هو بيقترح عليك بعض الاقتراحات، يبدأ بيعمل لك ال 3D بالشكل دوت. وبعد كده تقدر ان انت تعمل لها داونلود FBX OBJ GLB USD ZSTL Blend. طيب تمام، بيقول لي كونجراتوليشن. طيب هاجي هنا واقول له ديون. تمام، الستايل لو انت عندك مثلا رياليستيك او كذا تقدر تختار الستايل اللي انت عايزه، ونقول له جنريت. هنا الفيكسد سيد، يعني في حاجه اتعملت قبل كده وانت عايز تعمل زيها، فبتاخد الرقم بتاعها وتديهوله عشان يلتزم بالحاجه ديت. تمام، فهو بيقول لي في اربع اشكال، اختار الشكل اللي حاسس ان هو مريحك يعني. فاقول له مثلا عايز دوت، فيبدا ان هو يعمل له ريفاين. يعني هو اداني اربع نماذج وانا اشوف انهي واحد فيهم الانسب ليا. تمام، هو عايز اني جوده فيهم، انا قلت له عايزها هاي. تمام، هو تقريبا خصم 20 نقطه، دلوقتي بقى مخصوم 25. فعمل لي الصوره بالشكل دوت، اقدر اعمل لها داونلود. كده احنا قدرنا نحول التكست ل 3D، وترى سهل جدا، احنا مجرد بس كتبنا له تكست. تمام، ممكن بقى نعمل الايمج تو 3D. هرفع له صورة تكون غريبة شوية. داونلود، اختار مثلا الفراشة ديت. هو طبعا كان افضل لو ما فيش جنبها حاجة، يعني لو مفرغة تكون احسن. وخلينا نقول له باترفلاي. تمام، ونقول له جنريت. فعمل لي الصورة هيت، نبدأ نشوفها تبقى عاملة ازاي في 3D. النتيجة معقولة. تمام، ففكرة كويسة جدا، يعني موقع جميل جدا، حول لي ال 2D ل 3D، حول لي التكست ل 3D. فإن شاء الله يعجبكم بإذن الله. هسيب لكم رابط أسفل الفيديو.